زيارة صاحب القداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حدث عالمي وحدث تاريخي هتوجه كل أنظار العالم إلى مملكة البحرين. مملكة البحرين فلتت التاريخ، وهي هتحمل رسالة الحب والسلام والمحبة لكل العالم في وقت بيسود فيه الحروب والمجاعات والأوبئة والاضطرابات، فهي رسالة محبة وسلام للكل لكل العالم. حقيقي بلد البحرين هي بلد التسامح وفلتت التاريخ، الكل ليه كل الحقوق والواجبات. بنعتز وبنفخر بمملكة البحرين، وبنطلب الصحة والعافية والبركة والنعمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ولصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر. طبعا مملكة البحرين هي فلتت التاريخ، بيتعايش فيها الجميع في جو من الحب والوئام والتعايش السلمي. هيعود على البحرين كثير من النفع، لأن هي هتحمل رسالة سلام للعالم، تتوجه أنظار العالم من البحرين. البحرين هي بلد يسودها التسامح والخير والأمان لكل المواطنين والمقيمين على أرضها، فهيعود بالخير على مملكة السلام مملكة البحرين، انتعاش الاقتصاد والسياحة والخير لكل الشعب ولكل المقيمين على أرض مملكة البحرين. طبعا مملكة البحرين هي رائدة في موضوع التعايش ما بين الجنسيات المختلفة، بتمد جسور المحبة والتواصل ما بين جميع الأطياف. زيارة زي كده للقداسة البابا فرانسيس هتعزز روح التسامح والمحبة والتواصل ما بين الجميع. هي موجودة، ولكن الزيارة دي هتعززها وهتقويها وهتنميها، وهتكون رسالة لكل العالم توصل بمنتهى السهولة وبمنتهى الوضوح إن أرض البحرين هي أرض التسامح والمحبة والسلام والتعايش السلمي ما بين الجميع. أولا البابا أول مرة يجي يزور البحرين، فدي في حد ذاتها يعني حدث تاريخي، نمرة واحد. نمرة اتنين، إنه البابا لو هو شاعر إنه البحرين كدولة ما عندهاش السلام والتعايش، ولو ما حسش إنه جلالة الملك المعظم رجل سلام وبينادي دايما بالسلام وبالتعايش السلمي، ما كانش البابا هيوافق إنه يكون موجود في البحرين. وهذه الزيارة هي رسالة من جلالة الملك، رسالة من البابا، رسالة من فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب إلى الشرق الأوسط، أننا ننبذ العنف، ننبذ الحروب، ننبذ الاضطهادات، ونعيش في سلام ونعيش في وئام. طبعا زيارات قداسة البابا بيكون لها أثار كبير جدا وصدى قوي جدا في كل أنحاء العالم، علشان كده كل وسائل الإعلام العالمية بتغطي هذا الحدث، وفعلا بتشوف وهتشوف قد إيه البحرين هي بلد للسلام، بلد للتعايش، بلد لقبول الآخر مهما كان هذا الآخر.